بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك وكتابة. من 10 أيام كنا قاعدين يملأنا الترقب والأمل والخوف والقلق. 4 مباريات فاصلة تحسم الكثير من الأمور كان في المسيرة القادمة للنادي الأهلي. مضى منها 3 بنجاح، اجتازهم الأهلي بثلاث انتصارات هامة جدا. استطاع النادي الأهلي انه يقترب على مرمى نقطة وتنقصه مباراة من القمة لينهي الدور الاول باذن الله لو فاز على المقاولين، انه متصدرا ومنفردا بالدوري. هو اقوى هجوم واقوى دفاع، في علامة تدل على كثير من الامور الفنية. ايضا انتهت السنة الماضية بكثير من الاحداث، لعل اهمها طبعا انتخابات مجلس ادارة جديد والكثير من الأمال المعلقة على هذا المجلس، وأيضا ما تحقق كثيرا منه في الفترة الماضية يستحق أن احنا نقول للمجلس السابق شكرا، اجتهد ولكن نبغي الأكثر والمزيد. عنواني اليوم غير عنوان الحلقة. عنواني أنا أخويا هايص وأنا لايص، أما أخويا اللي هايص فهو الأستاذ إبراهيم منيسي. هو هناك يحضر أجواء مليئة ومفعمة بالأمل والاحتفالات في دبي، يغطي لنا الكثير من أحداث وكواليس مباراة السوبر مع النادي الأهلي. وأنا هنا لايص لأني أفتقد كثيرا، أفتقد واحد تعودت أن أنا أما أطلع مع حضراتكم يكون رفيقي وشريكي، نساند على بعض عشان نطلع لكم الحقيقة الدامغة التي لا تقبل المساومة. سأجتهد وبإذن الله نخرج كلنا هايصين في هذه الحلقة. حلقة هتبقى استثنائية لأنها أولا استثنائية لأنها تواكب بالأمس سنة كاملة من عودة ملك وكتابة على شاشة قناة الأهلي. هنستعرض الشكل الجديد والقضايا الجديدة والاهتمامات الجديدة، بالإضافة إلى الاهتمامات الراسخة والدائمة معانا ما تخافش على الأهلي والدفاع عن قضاياه، ولكن أيضا حاولنا نستحدث ما هو جديد ونكمل عليه السنة دي بإذن الله، وتباعا هنعرضه هنا. ده فيما يخصني. فيما يخص حضراتكم هتاخدوا معانا حلقة مميزة سوبر يا أهلي بإذن الله. هي ليلة مباراة السوبر. أنا قلت إن في 4 ماتشات، ال4 ماتشات مضى منهم 3 بنجاح. لو استطعنا بإذن الله كما نتمنى جميعا الفوز غدا، يبقى 4 وبطولة جديدة تضاف إلى بطولة دولاب بطولات الأهلي في باكورة العام الجديد. ما أحلى أن يتصدر الأهلي وأن يفوز بالسوبر. ما أحلى أن نعيش لحظات مفعمة بالأمل وبإذن الله الطموحات التي لا تنتهي ولا تتوقف. هنمشي معاكم في جولة سريعة الأول عشان نعرف أخبارنا إيه. ضربة البداية هتكون مع سفر وفد من النادي الأهلي إلى المملكة السعودية ثم إلى الإمارات. الوفد الذي يستبق مباراة السوبر إلى السعودية ضم كل من رئيس النادي ونائب رئيس النادي الأستاذ العمري فاروق، والأستاذ خالد الدرندالي أمين الصندوق، والأستاذ خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة اللي هو مسؤول عن العلاقات الخارجية والدولية، والأستاذ حلمي عبد الرازق المستشار القانوني. وفد مكون بدقة علشان يحدد مع الجانب السعودي أولى مراحل انطلاق مشروع نادي القرن من الناحية الموضوعية ومن الناحية القانونية ومن الناحية المالية، عشان يضع الأمر في إطار التنفيذ بتوقيتات محددة بإذن الله. هيكون ايضا موجود
على الطرف الآخر مجموعة من ممثلي المستثمرين اللي هم سوف يتولون إنشاء مدينة الأهلي الرياضية أو مشروع القرن. وقلنا ده هيضم استاد يسع 60,000 متفرج وفندق شفنا تخيله ومتحف متحفين وعددا من المشروعات الاستثمارية مناطق ترفيهية مطاعم مسارح مولات وبما يمثل نقلة نوعية كبرى لا مثيل لها بإذن الله في المنطقة. هنخرج من هذا الاجتماع وقد حددنا تفاصيل خاصة بطرق الإنشاء، حق الرعاية والاستخدام، الحقوق الاستثمارية المشتركة، وأيضا يعني تمهيد لنحو بدء تنفيذ الأهلي قريبا، وبإذن الله تكون زيارة موفقة ومضفرة. يكتمل نجاح هذه الزيارة بكرة بإذن الله عندما يتوجه هذا الوفد إلى الإمارات لحضور مباراة السوبر عشان يعود بإذن الله بكأس السوبر بإذن الله بإذن الله. طبعا المباراة غدا مش هتكون سهلة، هي مباراة تجمع بين اصل بصوا برضو من المفارقات، كأس السوبر هي بين بطل السوبر بطل الدوري بطل الكأس. المنطقي عندما يفوز طرف واحد بالدوري والكأس هو بطل السوبر، ولكن تبقى هناك حقوق رعاية هيعملوا فيها ايه. فبتتلعب هذه المباراة مع وصيف الكأس. الأهلي هيلعب مع المصري بصفته الوصيف. يبقى دلوقتي وإن كان على أرض الواقع من الناحية الفعلية الأهلي وبطل السوبر، لكنها ما زالت مباراة هيكسبها اللي يفوز فيها وهيبقى اسمه بطل السوبر. ومن هنا تأتي الأهمية. الأهلي خاض 10 مرات، كسب 9 مرات وخسر مرة، عايزين بقى يكسب هذه المرة أيضا ويكتمل 10 مرات فوز بالسوبر، وخصوصا أن المنافس والخصم عنيد ومعاه مدرب مبتكر جريء طموح ولعيبة جعانة للبطولات. وهذا هو خطورة الفرق اللي بتبقى تمتلك الطموح الجامد جدا والنهم إلى إحراز البطولات. يلعبها الأهلي بحذر وثقة، ثقة حذرة وطموح مشروع من جانب المصري. على الطرف الآخر المدير الرياضي الكابتن زيزو سافر مبكرا مع الفريق إلى الإمارات والتقى وفد من نادي العين الذي يعني بقيادة الأستاذ غانم الهجري رئيس مجلس إدارة نادي العين الإماراتي في مقر إقامة بعثة النادي الأهلي. التقى الكابتن زيزو عبد العزيز عبد الشافي ويعني الأستاذ غانم الهجري أهلاوي متحمس بيحبنا وبنحبه، ويعني أعتقد أن هذه الزيارة وهذا اللقاء سوف يسفر على مزيد من التعاون المستقبلي بين العين وبين النادي الأهلي. وطبعا نادي العين فتح ملاعبه تحت تصرف النادي الأهلي كما هو متوقع من حفاوة بنادي تربطنا به كل الروابط التاريخية والطيبة. شأنه شأن معظم أو تقريبا كل أندية الإمارات اللي بيكنوا لنا كل الدفء وكل الحب. الهجري رحب ببعثة الأهلي وشدد على أن النادي الأهلي يتواجد في بلده الثاني وليس ضيفا، ومؤكدا على استعداده لتوفير كل متطلبات البعثة والتعاون وتأكيد وتعزيز العلاقات الطيبة والتاريخية بين الناديين، وهو ما لمسته إدارة البعثة. دي لقطات
من تدريب اليوم في النادي الأهلي في ملعب العين. موقع الأهلي دوت كوم بيقرر نظام جديد وقرعة جديدة للدور قبل ربع النهائي وديسمبر بداية الموسم المقبل. يعني بعد كده هيبتدي الموسم الإفريقي في ديسمبر، مش هيبقى مسألة انه يبتدي في الصيف وينتهي في نوفمبر زي ما بيحصل دلوقتي، او بيبتدي في الشتاء يعني انا مش عارف. نعم الكاف، انا قلت ايه؟ بيعدلوا لي حاجة. انا مش قلت موقف الاهلي دوت كوم الكاف يقرر قرعة جديدة قبل ربع نهائي وديسمبر بداية الموسم المقبل. قرر الاتحاد، هقراها زي ما ما هي كده عشان نحاول نفهمها مع بعض الصراحة. قرر الاتحاد الافريقي لكرة القدم بدء النسخة الجديدة في دوري ابطال افريقيا والكونفدرالية في ديسمبر المقبل وتنتهي في مايو 2019. على ان تبدأ نسخة 2019 في سبتمبر وتنتهي في مايو، يبقى هتبتدي في سبتمبر وتنتهي في مايو من العام التالي. وهيبتدي بقى، وهذه رساله لكل الانديه والاتحاد المصري تحديدا، انه الكاف سوف يطبق نظام شديد الصرامه فيما يتعلق بلوائح تراخيص الانديه التي ستشارك في البطوله. يفهم من هذا الخبر ان اللي ما عندوش ترخيص بينه نادي محترف تنطبق عليه شروط الانديه المحترفه قد يتعرض للاقصاء من المشاركه في هذه البطوله. وهتتعمل القرعه، انا مش فاهم النظام ده يا جماعه بصراحه. واكد الكاف ايضا ان سيتم اجراء قرعه قبل انطلاق مباراه دور الثمانيه في البطوله المقبله لدوري ابطال والكونفدراليه وستقام في 3 سبتمبر. يا ريت حد من الاتحاد الافريقي يكلمنا يشرح لنا الكلام ده، والله ما انا فاهمه. انا مجرد تواريخ برصها قدام حضراتكم، انا مش فاهم ايه الجديد وايه اللي هيتعمل. على اي حال احنا كده الاخبار التقليديه نهيناها بهذا الخبر اللي ملامحه بالنسبه لي مش واضحه، وبالتالي مش عارف اشرحه. اكون امين مع حضراتكم، ويا ريت حد يعني من فريق الاعداد يجيب لنا حد من الكاف، استاذ عمرو شاهين ولا الكابتن شطه، يشرح لنا النظام السنه الجايه ايه، ما هو الجديد في هذا الامر. طيب عندنا توابع لقاء القمة أمام الزمالك. هذا التعليق وهذا العنوان ليس من عندنا، ولكن هو تعليق البي بي سي. عقدة الزمالك أمام الأهلي مستمرة طوال 10 سنوات. يعني هو النص الإنجليزي مش هقراه لكم، لكن هنقرا لكم الترجمة. ألقت هيئة الإذاعة البريطانية البي بي سي الضوء على فوز الأهلي على الزمالك بثلاثية نظيفة، وانتقدت استمرار، طبقا ليس هذا اللفظ من عندي، سقوط القلعة البيضاء في ديربي القاهرة لمدة تزيد عن 10 سنوات. هذا ليس كلامنا، ولكن هذه ترجمة حرفية من ما قاله موقع البي بي سي. قالت الإذاعة البريطانية عن هزيمة الزمالك أن العقدة أمام الأهلي مستمرة، وخسر إيهاب جلال أول مباراة له مع الزمالك الذي لم يفز على الأهلي في مسابقة الدوري المصري منذ عام 2007. وأضافت البي بي سي انتهت مباراة إيهاب جلال كما أسمتها الأولى مع الزمالك بالهزيمة بنتيجة 3-0، وكان فوز الزمالك المصري الأخير على الأهلي بنتيجة 2-0 في 2007، وده كان لقاء تم بعد فوز الأهلي بالدوري و خضعوا الاهلي بالبدلاء والصاعدين. وتمكن الزمالك من تحقيق فوزين على الاهلي في كاس مصر في عامي 15 و16، بس في الكاس مش في الدوري. طيب تحويل مدير السوشيال ميديا بالاهلي للتحقيق.
الخبر ده عايز اتوقف عليه. ايه الموضوع؟ احدهم سرب جلسه خاصه بلاعيبه الاهلي بيدردشوا قاعدين مع بعض ماسكين الموبايل بيكلموا بعض عن الماتش. تخيلوا بقى لما واحد يصور هذا الكلام وينشره ويبتدي الناس تضخم في الموضوع واستخفاف واستهتار. الكلام ده لو كان قيل في لقاءات اعلاميه من لعيب النادي الاهلي اقول لك طبعا جلياطه وقله ذوق وما يصحش. لكن واحنا قاعدين مع بعض بنتكلم وبنهزر وبنعلق على المباراه يجي واحد اكثر سخافه يصور هذا الكلام وينشره على السوشيال ميديا بدون استئذان، هذا اعتداء على الحريه الشخصيه، ادعاء بان الامر فني وهو مش فني مش طريف. بالعكس لما ينشر يتحول من امر خاص الى امر عام. عندما يتحول الامر الى امر عام يتعامل النادي الاهلي معه بمثل هذه المعايير الصارمه اللي تدل على عدم ازدواجيه في معايير الاهلي، وانه يعني يتعامل بمعيار واحد، ما لا يقبله لنفسه لا يقبله على الاخرين. وهذا هو الاهلي يا ساده. عندما يامر الكابتن الخطيب شوفوا لنا مين اللي صور وامر بالنشر ويحال الى التحقيق ويعود فورا الى القاهره ليخضع لهذا التحقيق. اظن الامر يستحق الحفاوه والتقدير ويعتبر اعتذار عن موقف لو كان ظل طي الخصوصيه ما استحق اعتذار احد. ولكن ان يتم استثماره عشان نزايد عليه، طب اعملوا زينا وزايدوا علينا. زي النهارده في يوم 11 يناير عام 2009 الاهلي يتغلب على الزمالك بهدف امادو فلافيو في الدور الاول في موسم 2008 و2009. نشوف هذا الهدف. مفيش كرة مؤثرة على عبد الواحد او على امير عشان نقول ايه ده. ضربة ركنية من ناحية اليمين هيلعبها بشماله جيلبرتو. بشماله جيلبرتو عالية وخطيرة. يا نهار ابيض. تطلع وتبقى ضربة ركنية مرة تانية للنادي الاهلي من ناحية اليمين. برافو يا اسامة. والله موجود اسامة. ضربة ركنية بشماله. جيلبرتو. عرضية عالية خطيرة. الفتى الاسمر الرائع فلافيو بارتقاء اكثر من رائع ولمسه صعبه على كل المدافعين والحارس وهدف في توقيت قاتل للنادي الاهلي في الدقيقه 80. المباراه دي شهدت حاجه اصبحت ظاهره طوال الموسم. ثنائيه عجيبه لم تتكرر يمكن على مستوى العالم. بين جيلبرتو وامادو فلافيو. جيلبرتو يرفع من اليمين او الشمال وامادو فلافيو يهدف بالراس. تكررت اكثر من 7-8 مرات الى ان احرز امادو فلافيو بطوله الدوري في مباراه فاصله بمثل هذه اللعبه امام الاسماعيلي. ولكن المباراه دي تحديدا ايضا شهدت ان مشاده بين الحارس ودفاعه. لانه يبدو انه كان من قايل لهم خلي بالكوا فلافيو هيعمل كذا. ورغم التحذير ينجح هذا الثنائي في تنفيذ هذه اللعبه المكرره ويحرز امادو فلافيو الذي كان يتحرك راسه على رمان بيل حاجه مش موجوده على مستوى العالم كده ويلف وهو خارج اطار المرمى الى الزاويه القريبه قنبله يحرز هدف الفوز للنادي الاهلي على الزمالك.
فاصل ونعود مع مفاجأتنا اليوم، حيث سوف يشاركني مجموعة من النجوم بطعم مختلف خالص، تجمعوا بين الأدب والصحافة والفن، الفن بأكثر من وجه. فاصل ونعود للالتقاء بضيوفنا الكرام.